فضيلة الشيخ، تقول السائلة: إذا تذوقت المرأة الطعام في نهار رمضان للتأكد من طعمه ودخل في جوفها البعض منه دون أن تتعمد ذلك، هل هذا يؤثر في صيامها؟ لا يؤثر في صيامها، لها أن تذوق الطعام لتعرف صلاحيته وتمج ما يكون في فمها، لكن لو ذهب شيء بدون اختيارها أو نسيت وابتلعته فلا شيء عليه.